الملحن التونسي سمير العقربي في قناة قرطاج التونسية. الراجل ترجاوي، بس لما سأله المذيع سمير الوافي عن فريقه، شوف الملحن التونسي قال له ايه. المفضل احنا الاهلي المصري. انا اهلي المصري. نعم المصري. ما فهمتكش. انا اهلاوي يا فندم. يا اخي لاباس سمير. انا اهلاوي يا بيه. بيه شنو يا ولد؟ انت اهلاوي تحب الاهلي المصري؟ هو مرضى واحد يحب الاهلي. اخي مولود في الحلفاوين باب سويق الترجي. مش كنت تحب الترجي؟ كنت. شنو علاقتك بالاهلي المصري؟ عملت مرحله، انا عملت مرحله نحب له اسمه، اسمه نصير، وقعدت نثبت ان هي فريقي اللي يعجبني. لقيت الاهلي المصري هو احسن فريق يعجبني. هو اللي شبهني. كي يلعب ضد الترجي. نحبه يربح. الاهلي احنا الاهلي تحبه يربح؟ اه طبعا. خائن. انا لا ما خنتش نادي، انا النادي متاعي اليوم هو الاهلي المصري، ولما بيخسر الاهلي المصري بزعل كتير.